وتغذي قلوب المؤمنين
تحرك قلوب المشتاقين. ففي سماعها اطمئنان لكل محب مشتاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فاتكم أيها المحبون النظر إليه لم يفقكم التلذذ بسماع صفاته الحسنة التي أثنى الله تبارك وتعالى عليها. ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم، ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا، ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا. وقد قيل إن الأذن لتعشق قبل العين أحيانا. معشر المؤمنين، أرسل الله تعالى هذا الرسول الكريم الذي اصطفاه واجتباه واختاره من سائر الخلق أجمعين، ثم اختاره من سائر الأنبياء والمرسلين، فهو سيد الخلق وحبيب الحق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم بالمؤمنين. معشر المسلمين، إن الخصال الحميدة والصفات الكاملة في البشر تنقسم إلى قسمين. قسم من هذه الخصال مكتسبة يستطيع الإنسان أن ينالها بالكسب والجد والاجتهاد، وهناك خصال غير مكتسبة لا تنال بالجد ولا بالاجتهاد، فهي هبة واشتباه واختيار من الله تعالى لمن أكرمه الله تعالى بهذه الصفات الحميدة. أما الصفات المكتسبة فهي العلم والعقل والعفة والحلم والعفو والنزاهة والكرم والشجاعة وما إلى غير ذلك من الصفات التي قد يستطيع الإنسان أن يتحلى بها ويجاهد نفسه حتى يتصف بهذه الصفات وبهذه الخصال الكريمة. وأما الخصال التي غير مكتسبة فهي جبلة مخلوقة مختارة من قبل الله تبارك وتعالى، فهي كالرسالة، أكرم الله تعالى رسوله بالرسالة وأكرمه بالنبوة وأكرمه بالإسراء والمعراج وأكرمه بالخلة وأكرمه بالمحبة وأكرمه بالرؤية وأكرمه بالإسراء وأكرمه بالشفاعة وأكرمه بالوسيلة وأكرمه بالفضيلة وأكرمه بصفات لا تعد ولا تحصى. أكرمه بالعقل، أكرمه بالعلم، ففي صدره كلام الله، وكلام الله وعلومه لا تعد ولا تحصى، علوم غزيرة أدخله الله تعالى مدرسة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا الرسول هو نائب الله، هو خليفة الله، هو الذي يمثل عن الله تعالى في أحكامه في عالم الأرض، اختاره اصطفاه اجتباه عن سائر الخلق وسائر الأنبياء أجمعين. معشر المسلمين، إذا ما كتب علماء التاريخ عن شخص نال فطرة من خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خصلتين، ترى أن نجم
إذا اختاره وجعله رسولا للخلق أجمعين وجعله رحمة لكافة الناس، فكيف يكون هذه الشخصية تمثل الله تعالى؟ إذن أن هذه الشخصية العظيمة هي مجمع الكمالات، هي الصورة الجميلة الكاملة بجميع مظاهرها، سواء كان من الشخصية الخارجية من حيث جسمه، من حيث قلبه، من حيث روحه، أما من حيث شكله فقد منحه الله تعالى شخصية مثالية جمعت الجمال والكمال. وقد اتفق أصحابه على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أحد أجمل منه، وليس له نظير لا من قبله ولا من بعده. ولذلك اختار الأصحاب من أصحابه، منهم سيدنا علي والبراء بن عازب وابن عباس وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه والسيدة عائشة، عندما قالت: وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، كأنك كنت مبرئا من كل عيب. أيها المسلمون، افتتن الصحابة الكرام في جماله، واتفقوا على أن جماله مجمع الجمال ومجمع الكمال. يقول واصفوه أن وجهه أزهر اللون، وعيناه ملفتين مكحلتين، ووجهه مدور، إذا تكلم خرج نور من كلامه، وإذا تبسم كأن البرق يضرب في وجوه الناس. كيف يصف الواصفون؟ وما وصفه إلا صغار الصحابة، لأنهم كانوا إذا جالسوا كأن على رؤوسهم الطير، كأن على رؤوسهم الطير، لا يستطيع أحد أن يرفع رأسه أدبا وهيبة وحشمة. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه يقول: من رآه فسيحة هذا، ومن خالطه معرفة أحب من رآه بديهة، من بعد من غير احتكاك فيه هذا، وما استطاع أن يقرب إليه. ولذلك الأعرابي لما جاءه فصارت مفاصله وأعضاؤه ترتجف ذعرا وخيبة، قال: هون عليك، أنا ابن امرأة تأكل القبيلة بمكة، هون عليه، لأنه لما رأى هذا الجمال الطافح بالأنوار أصاب هذا الرجل الإعرابي قشعريرة وارتدادا في أعضائه، لم يستطع أن يتمكن من رؤيته ولا من المجول بين يديه. لا غرابة، لأنه رسول الله، لا غرابة، فقد اختاره الله واصطفاه وجعله رسولا للعالمين. معشر المسلمين، هذه تناسب أعضائه كما يقول أصحابه ليس بالطويل الدائم ولا القصير المتمثل، ولكن إذا ما شاه طويل لم يستطع أن يطوله، لم يستطع. اسمع وتخيل هذه الشخصية وقل: ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم. لأن تذكار الأحبة يحسنا، لعلك خلوت من النظر إليه، لعلك أن تعشقه سماعا، والعين والأذن قد تعشق قبل العين أحيانا. اسمع وصفه: إذا دخل بابا قصيرا فكان يفتح الباب. هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا خليل الله. يقول جابر: رأيت رسول الله في ليلة الأضحيان، في ليلة مقمرة، وقد لبس حلة حمراء وشعره إلى منكبيه، فنظرت إلى القمر ونظرت إليه فله عندي أجمل من القمر. انظر هذا التصوير الحلال، هذا تصوير حلال كما رأى
تصور هذا المحب محبوبه وهو رسول الله، صوره في قلبه، هذا تصوير حلال. قال: رسلتك يا حبيبي في خيالي، ولم ارسم سواك في لوح بالي. جعلتك قبلتك في اي مكان. اذا كان بدون ليلى يقول في ليلى، فكانما تمثل لي ليلى في كل مكان، ويقول لا تقل داربا في شرقي ليس كل مكان للعاميه مكانه. فهذا المحب صوره في قلبه، اذا فتح عينيه يراه مثاله، واذا غمض عينيه يراه في قلبه، هكذا كان. ولكن هذا الرسم ينبغي عندما يرسم احدنا هذه الرسمه الجميله، ينبغي ان يكون قلبه صافيا ابيض حتى تكون هذه الصوره منطبعه في قلبه. واما لما كان قلبك ملوثا بالاغيار وبالصور القديمه، كيف تظهر هذه الصوره في قلبك؟ لذلك اصحابه افانوا به، احبوه. يقول ابن عباس رضي الله عنه بعد وفاه رسول الله: اسمع اسمع رب العالمين تجاره حبك بيننا. يقول: كلما نظرت الى المراه رايت رسول الله في المراه. وهذه الرؤيه بعد وفاه رسول الله، كيف ذلك؟ كيف يرى رسول الله في المراه؟ معنى ذلك ان ابن عباس اتصف بصفات رسول الله وتفانى في محبته. فاذا رايت رسول الله رايت ابن عباس، واذا رايت ابن عباس رايت رسول الله. وهكذا عندما ينظر في المراه يرى في المراه رسول الله. فلم تهوني ما لم تكن في يمانك، ولم تفن ما لم تجد لا فيك صورتي. ابو هريره يقول رضي الله عنه: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الصدر بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. فهؤلاء اصحابه اختاروا في وصفه، ولكن حيره جميله، حيره حسنه، لا حيره شك. معشر المسلمين، تقول امرأة من همدان: حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته يطوف على بعير حول الكعبة وبيده محجل وعليه فردان أحمران وشعره إلى منكبيه. تصور هذه الشخصية، تصور هذه الشخصية في قلبك، كيف كان يركب على بعير ويطوف حول بيت الله، وقد لبس برنان حلتان حمراوتان وشعره الى كتفيه، وهو يومي بالمحجن الى الحجر الاسعد، ثم يقبل المحجن. يقول: والله ما رايت مثله، منظر عجيب جذاب. ولذلك يا كفار قريش وصفوه بانه ساحر، والله هذا هو السحر الحلال، هذا سحر حلال. ترى رسول الله راكب على بعير وعليه بردان احمران وشعره الى كتفيه. هذا من يرى هذه الشخصيه ولا يلتفت اليها؟ من يرى هذه الشخصيه ولا يسحر بها؟ بالله عليكم خبروني، هذا شيء عجيب غريب. افتتن الصحابه. ولذلك في غزوه احد لما تغلب المسلمون بمخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا بكفار قريش تجمعوا وارادوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا بالصحابه راموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم ابو دجان وغيره كانوا اذا راوا صربه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون وجوههم. يا العجب، الا يتاثر احدكم اذا غمده احد بدفوس او ابره يشعر بالالم؟ اذا ما جاء سهم او ضربه بسيف او برمح يضع وجهه ولا يتاثر.
الحب انجذاب الى ذاك الجمال العجيب صلى الله عليه يا رسول الله. لا غرابه فقد اختاره الله تعالى من سائر الخلق اجمعين. هذه الشخصيه التي اختارها الله فقال لقد جاءكم رسولا من انفسكم، من انفسكم لا من الجن ولا من الملائكه. هذه الشخصيه أيدها الله ومنحها صفات حميدة، لذلك هذه الصفات الحلم، الكرم، الشجاعة، العفة، النزاهة، الحلم، حلمه أخجل أعداءه، لكن الذي يأتي وراءه وبيده سيف مسلول مسموما يريد ان يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما بالك؟ قال ما بي، ما بي شيء. فوضع كفه الشريف على صدره فيقول هذا الرجل الكافر في ذاك الوقت والله لان رسول الله اكره الخلق الي اجمعين والان احب الناس الي اجمعين. عفى عنه. وكذلك عمرة بن الحارث لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى من بعض غزواته فاستبقى وحده تحت شجرة فإذا بهذا الكافر وبيده سيف طير ووضع فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من وقفت مني؟ قال الله. فارتعب وأصابه وهو الوزير فسقط السيف من يده. ثم أخذ رسول الله السيف قال من ينقذك مني؟ قال خذ كن خير آخر. فعفى عنه. عفى عنه. عفى عنه أيها المسلمون. هكذا صفات نبيكم. ولذلك كان يقول لنا كما أخبرنا ربنا اتبعوا يحبكم الله. هذه صفات مثالية، صفات اتصف شخصية واحدة في هذا العالم عالم فانتشر فيه، صفات تحلى بها من الحلم والشجاعة والكرم. جاء بدوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى مواشي عزيزة ملأت الوادي. قال لمن هذه لمن هذه الغنم؟ قال هي لك خذها. تصور انت تتصدق بدراهم معدوده، تتصدق بدراهم معدوده، اغنام مئات منها. قال خذها. قال اتهنأ بي؟ قال خذها. فاخذها الرجل ووصل الى قومه وقال اذهبوا الى رجل لا يخشى الفقر ابدا. صفات شجاعة. يقول علي في غزوة أحد كنا إذا حيا وطيب كنا نختفي وراء رسول الله. في غزوة قليل كان يركب بغلة وقد مسك زمام العباس رضي الله عنه وكان ينادي وهو راكب بغلته يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. بغلة البغلة لا تصلح لا للكرم ولا للفرد، لا تصلح للكرم إذا أراد أن يكر على عدوه وهو راكب فرسه، ولا تصلح للفرد إذا أراد أن يفر من أعدائه. هكذا يقف معتمد على الله وأن الله سينصره ويؤيده. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. في غزوة بدر يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول في تلك الغزوة وسمعنا صوتا نزل من السماء إلى الأرض كأنه حصى وقع في قصد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم رمانا بحصوات هلمنا قنابل حصوات كأنها في قصد لها صوت ورعد انهزم هؤلاء الكفار. هكذا يعتمد الانسان على ربه وكل من اعتمد على ربه متاسيا برسول الله ينصره الله تعالى ويؤيده
لأن قلوب الخلق أجمعين بيد الله. هذا رسول الله. إذا أن هذه الصفات الجميلة التي من الله عليها من حيث جماله الجسماني فليس هناك شخصية في العالم أجمل منه صورة وأكمل منه كمالا. وكذلك من حيث صفاته الحميدة من الزهد، زهد في الدنيا، عفو عند المقدرة، حلم وتجاوز لمن أساء إليه، كرم، عبادة بالليل، وهكذا صفات وخصال حميدة لا يمكن لأي بشر مهما كانت مكانته أن يستطيع أن يجمع بعض هذه الصفات الحميدة التي أكرمه الله تعالى بها. معشر المسلمين، هذه الشخصية التي نزلت في هذا الكوكب الأرضي فأضاءت على العالم بعد ظلمته، كذلك أراد الله تعالى أن يكرم عالم السماء فدعا رسول الله إلى عالم السماء حتى يشرف عالم السماء وتتبارك به ملائكة السماء. هذه الحكمة. وليس المراد أن الله في السماء، أن الله له جهة في السماء حتى يصعد إليه رسول الله، حاشا يا ربنا أن تكون له جهة. ولذلك لو قرأت أول سورة الإسراء لتبين أن الله تعالى منزه عن الجهة وعن المكان. لذلك قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هذه الحكمة في الإسراء، لنريه من آياتنا لا لأجل أن يرانا، فهو معه دائما مهبدا في عالم الأرض وعالم السماء، وهكذا في السفر وفي الحضر وفي العبادة وفي أي مكان. الله تعالى هكذا منزه عن كل صفة ناقصة، وهكذا الجهاد صفة المخلوقات والله منزه عنه. لذلك دعمه الله تعالى بالمعجزات، وهي ولسان حالها يقول، ولسان حال المعجزات تقول صدق عبدي في جميع ما جاء به. لذلك معجزات خارقة للعادة، إيمان الضب، ذاك الضب الحيوان اصطاده عربي بدوي من الصحراء وجاء ورسول الله قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا الذي اجتمع عليه الناس؟ قال يدعي النبوة. فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقى هذا الضب في الارض وقال ان شهد لك هذا الضب فانا امر به. حيوان، حشره تشهد لرسول الله تعنفا ومكابرة لرسول الله، قال إن شهد لك هذا الضب أنا أشهد لك بالإسلام. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى هذا الضب ويقول يا ضب من تعبد؟ قال الذي عرشه في السماء وسلطانه في الأرض. قال من أنا؟ قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قد أفلح من اتبعك، وقد خاض وخسر من أدبر عنك. حشرة، ضب، حيوان يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحصى عندما وضعها في كفه فإذا بها تسبح حصوات تسبح، ثم وضع في كفي ابي بكر فسبحت، ثم في كفي عمر فسبحت، ثم في كفي عثمان وسيدنا علي فسبحت. حصى تسبح وسمعها الاصحاب. ايها المسلم، معجزات خارقه للعاده. جاء بدويا وقال له لا اسلم الا اذا دعوت هذه الشجره فجاءت اليك فلا اسلم. شجره
ان رسول الله يدعو فيه. اسمع اسمع يا نائم. فذهب هذا الرجل المستهزئ لرسول الله وجاء يسير وقال محمد يدعوك اليه، فاذا بالشجره تتمايل يمينا وشمالا حتى قطعت اوصالها وجذورها وهي تشق الارض، وجاءت الى رسول الله فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك. الا تسلم انت كما سلمت هذه الشجره؟ السلام عليك يا رسول الله، نشهد انك رسول الله حقا. فلما رآها الاعرابي قال نعم ان تدعو كما كانت ترجف جذورها تقطعت فكيف ترجف وتبقى خضرا؟ فرجعت وهكذا بقيت خضراء كما كانت. فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. اجتمع كفار قريش على مؤامره وقالوا علمنا ان نختار شيئا نعجز رسول الله، فاذا بهم اتفقوا على انهم ياتون رسول الله ويقولون له ان بدر ان تامر هذا القمر بالانشقاق، ان تشق لنا القمر. معجزات متواضعه كانت في عالم الارض، ولكن في عالم السماء هذه مكابره وعناد منهم، ولا يرون الايمان والاسلام. فقال له ان شغلت انا القمر مسلم ونؤمن بك غرابة عزيزة، ولكن من كان الله معه فلا يعجزه شيء. فاذا في ليله مقمرة امرهم ان يخرجوا خارج مكه الى صحرائها، فراى القمر قد ابتدر في ليله الرابع عشر واشار الى القمر فانفرق فرقتين فاختلفوا، منهم من امن ومنهم من كفر، ومنهم من بقي حياديا وقال نحن نسال القبائل والقوافل التي تاتي من الشام ومن اليمن. فلما جاءت تلك القوافل التي جاءت من اليمن وجاءت من الشام وسألوهم عن شقاق القمر، قالوا نعم إنا رأينا القمر بأم أعيننا قد انشق فرقتين. فقالوا إن محمدا قد سحر أعين الخلق أجمعين. اقتربت الساعة وانشق القمر وإذا استغرب فمن خلق القمر؟ الله. الله هو الذي كور القمر وسيره بنظام في بروج 12 درجة، فإذا أمر رسول الله أن ينشق القمر فلا بد وأن ينشق. معجزات عظيمة، وآخر معجزة بقيت إلى الأبد هي معجزة القرآن. وقد تحدى رسول الله العرب بأن يأتوا آية من القرآن فهل يستطيعون؟ قل يا رسول الله قل لهم لئن اجتمعت الجن والإنس على آيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لعلهم أن يجتمعوا، فإذا استطاعوا أن يأتوا بآية فما استطاعوا. وقد تحداه، لذلك كان العربي الفح عندما يسمع آية من القرآن يسجد لعظمتها وفصاحتها للإيمان بها. القرآن معجزات بلاغية، معجزات كونية، معجزات علمية، معجزات. وأردنا أن نفصل أجزاءها وأنواعها وأجناسها لطال الوقت علينا، إلا أن الرسول الكريم الذي أيده الله تعالى بالمعجزات وجعله رحمة للعالمين وجعله رؤوفا رحيما بالمؤمنين والرأفة معشر المسلمين بالمؤمنين رؤوفا رحيما. الرأفة أن يسمع الإنسان عن نفسه الشر والفساد والضرر
والضر. واما الرحمه ان تجلب اليك الخير والنفع والفائده. رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. ولذلك كل من سار على طريقه كان سعيدا في الدنيا وفي الاخره. وقد اعترف به علماء الغرب وفلاسفتهم وكذلك حكماؤهم بان هذه الشخصيه شخصيه فذه، ما جاء قبلها ولا بعدها مثلها، والفضل ما شهدت به الاعداء. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعد فيهم رسولا من انفسهم. هو الذي بعث في المؤمنين رسولا يظهر عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اذا ان الانسان كان في الضلال، فلما اهتدى بهدي رسول الله صار مرحوما وصار سعيدا. ولذلك الان الغرب والشرق يتخطى في ميدان الجهل والفوضى وعدم النظام، ولكن لا بد لمن اوجب الخير والسعاده والنظام في الجاهليه الاولى، لا بد للجاهليه الثانيه من رجوع الى تلك الشخصيه التي اختارها الله تعالى من سائر البشر اجمعين، وجعل هذه الشخصيه من انفسنا من عالم بني ادم. هو بشر، هو بشر ولكن ليس كالبشر، بل هو ياقوت والناس كالحجر. معشر المسلمين، هذا الرسول الكريم الذي اختاره الله تعالى ووصفه بالخلق العظيم فخاطبه وقال له وانك لعلى خلق عظيم. لذلك قال بعث بؤتا من مكارم الاخلاق. إذا الرسالة انتشرت بالأخلاق لا بالفوضى ولا بالسيف ولا بالإكراه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ما انتشر معشر المسلمين هذا الإسلام بالكراهية ولكن بالأخلاق والمعاملة الحسنة. ولهذا كان شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمه ربه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهدوا بالتي هي أحسن. هذه راية الدعاء وهذه راية رئيسهم. فكل من أراد أن يدعو الناس إلى الخير ويدعو الناس إلى الإيمان والإسلام ويدعو هؤلاء التائهين عن طريق الإسلام فعليه أن يتصف بهذه الصفات. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجازهم بالتي أحسن. كان عليه الصلاة والسلام يخاف السيئة بالسيئة ولكن كان يعفو ويصفح. هذه صفاته، هذه من ذكريات سيرتنا رسولنا وحبيبنا العطرة. فعلينا معشر المسلمين أن ننقل هذه الذكرى النبوية إلى صلاتنا، إلى حالنا، إلى واقعنا، إلى عملنا، فيتخذ العامل شعاره في عمله هذه الشخصية العظيمة، وكذلك التاجر في تجارته في معاملته للناس يتخذ هذه الشخصية الحسنة، والموظف في وظيفته، والقاضي في القضاء، والحاكم في حكمه، والسلطان في سلطانه. هكذا يكون قدوته وشعاره هي الشخصية التي اختارها الله تعالى من سائر الخلق أجمعين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نحن حذر رسول الله، وأن
وأن تسير على نهجه لعلنا أن نكون مسلمين مؤمنين. قد اختار الله تعالى هذا الرسول لنا، فنعم هذه البشارة ونعم هذه العطية، ونسأل الله تعالى أن يثني عنا رسوله الكريم خير ما جزى نبيا عن أمته، إنه سميع قريب.
المسلمين. الله تبارك وتعالى يخبر بهذا فداء الخالق للخلق اجمعين. ولمن يريد الكمال فيتبع هذه الشخصية الكاملة المكملة التي جمعت الكمالات كلها، هو سيد الخلق وحبيب الحق. كانت السيدة عائشة تقول: وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء. كأنك خلقت مبرئا من كل عيب. اسمع وتصور في قلبك تلك الشخصية التي يصفها أصحابه أو من رأوه من الأصحاب. ارسم في قلبك هذه الشخصية الجميلة الكاملة التي اختارها الواصفون في وصفها، وما استطاعوا أن ينالوا شيئا من وصفها إلا نذرا قليلا. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع القامة، لم يكن بالطويل ولا بالقصير، واسع ما بين المنكبين، له شعر بلغ شحمة أذنيه. رأيت في حلة حمراء لم أرى قط أحسن منه، رأيته في حلة حمراء لم أرى قط أحسن منه. تصور دائما هذه الصورة، وقد رسمتك يا حبيبي في خيالي، ولم أرسم سواك بلوح بالي، جعلتك قبلتي. ودائما فكر والتجئ إلى الله لعلك أن ترى رسول الله في المنام. وإذا لم تره في المنام اسمع وصفه من هؤلاء الصحابة الكرام الذين تفانوا في حبه. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثلت النجوم الماء، مثلوا هذه الصفات. صفاته كما إذا رأيت النجوم في الماء، وأين النجوم من الماء؟ معشر المسلمين، إذا كانت شعوب العالم من شرقها إلى غربها لهم شخصيات على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم، لهم شخصيات يقتدون بها ويأخذون حذوها من فلاسفة علمانيين وحكماء مصلحين وعلماء مفكرين وقواد عسكريين، وكذلك علماء اقتصاديين. فالله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق من عرش إلى فرش، وخلق الجن والإنس، وخلق الملائكة، وخلق العلماء والزعماء والفلاسفة والمصلحين، هو الذي اختار هذه الشخصية من سائر الخلق أجمعين، اجتباه واصطفاه وأحبه وعلمه من العلوم العظيمة الكثيرة، وخضع عليه من كمالاته، كملت نفسه فما يخطر سوء على قلبه ويتحجر. هذه الشخصية التي حلاها الله تعالى بالجمال والكمال، وأعلن ربنا تبارك وتعالى في ذلك الإعلان الخالق إلى قيام الساعة، يرشد خلقه أجمعين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هذه الشخصية بدلت عالم التاريخ، قلبت صفحة التاريخ من ظلمة إلى نور، ومن ظلم إلى عدل، ومن فوضى إلى نظام، ومن جهل إلى علم. هذه الشخصية التي أكرم الله تعالى بها
المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من أنفسهم هذه الشخصية التي أمر الله تعالى رسوله أن يعلن إعلانا يذيعه على العالم ويخبرهم فيقول لهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل الدليل على حب الله هو الاقتداء برسول الله، لأن هذه الشخصية شخصية هدى، فإذا زرت وراءها وعلى طريقها على طريقها وعلى نهجها فأنت مهتدٍ، أنت مهتدي أيها المسلم. ولذلك متى عن الضلال فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وجعله رحمة للعالمين فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك أمرنا أن نسير وراءه وأن نجعله أسوة وقدوة لنا، فقال آمرا لنا: واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. معشر المسلمين، هذه الشخصية التي من الله تعالى على المؤمنين من عباده، كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم دائما وأبدا يبحثون عن أقواله ويبحثون عن أفعاله ويبحثون عن أخلاقه وعن آدابه وعن مشيه وعن طعامه وأكله وشرابه ومشيته، هكذا دائما وأبدا، علهم إذا اتبعوه في سيرته في أخلاقه في نهجه لعلهم أن يحملون. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام لين العريكة حسن الأخلاق، وكان يعطي لجليسه أكمل حظا من المرافقة والمقابلة الحسنة. لذلك جلساؤه كلهم يعتقدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مقبل عليه خاصة دون أصحابه وجلسائه. لذلك جاء واحد وقال: يا رسول الله، ظن أن الرسول حقيقة كله لهذا الإنسان. فقال له: أنا أقرب منك أم أبو بكر؟ وقال أبو بكر. قال له: أنا أفضل من عمر؟ قال: بل عمر أفضل منك. وهكذا، لأن كل واحد من الصحابة يظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه شخصيته وهو ينظر إليه بعينيه المنورتين وبوجهه الجميل فينتسب إليه. كان يعطي لجلسائه الحظ الأكبر من المرافقة والمقابلة. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا، وكان أصدقهم لهجة، وألينهم عريفة، وأحسنهم عشرة صلى الله عليه وسلم. البراءة عندما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ويقول: إن من خياركم أحسنكم خلقا. من خياركم، انظر كيف يرقص الأخلاق الجميلة في أصحابه، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ويقول: إن من خياركم أحسنكم خلقا. وكانت تروي السيدة عائشة أم المؤمنين تقول: كان عليه الصلاة والسلام يقول: خياركم بأهله وأنا من خياركم بأهله. وكانت تقول رضي الله عنها ناقلا عن رسول الله فتقول: إن من أكمل المؤمنين
الذين ايمانا احسنهم خلقا واوصفهم باهله. اسمع هذا الوصف الجميل من سيد اهل الجمال، قولا وفعلا واخلاقا وسيره. الاسلام معشر المسلمين انتشر في العالم لا كما يقول اعداؤه انتشر في السجن، ولكن انتشر في المعامله والاخلاق الحسنه، لعل النساء المربيات يهتدين بهذه التعاليم والمناهج والاخلاق الحسنه، وكذلك الدعاة ينشرون دعوة الحق في الخلق بالاخلاق بالاخلاق. فالكمل في عصرنا وفي غيره هؤلاء نادرون، لان الكمال هذا شيء نادر، جوهر نفيس. لذلك حدد الكمال ووصفه فقال: ان من اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا واوصفهم باهله. ذل نفسك، ذل نفسك في اسرتك مع زوجتك واولادك في هذا الميزان الكامل، ميزان الذهب، ميزان الذهب. فكر وانتبه، فلو اعجبتك عبادتك من صيام وصلاة وقيام واخلاقك سيئة فانت لست بكامل وانت ناقص. وقد سألت السيدة عائشة رضي الله عنها ان جارتها كثيرة الصيام كثيرة الصدقات الا انها بذيئة اللسان، قال: هي من اهل النار، هي من اهل النار لانها بذيئة اللسان. لذلك جعل نفسك في هذا الميزان، واجعل هذه الشخصية المثالية العظيمة هي اسوة، هي اسوة لك وقدوة اليك، لعلك ان تقتدي بهذه الشخصية فتتصف بهذه الصفات: ان من اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله. زوجتك ينبغي ان تتصف بهذه الصفات، ان نظرت اليها سرت، وان امرتها اطاعت، وان اقسمت عليها ابرت، وان غبت عنها حفظتك في مالها وفي نفسها. لذلك هذه الاخلاق ليست محتكره للرجال، بل رسول الله جاء للبشر اجمع للنساء والرجال، فكم تسبق المرأة الرجل إذا ما اتصفت بهذه الصفات، وقد يسبق الرجال النساء إذا اتصفوا بهذه الصفات التي وجهها إليهم رسول الإنسانية وهذه البشرية. إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. اسمع كلام خادمي أنس بن مالك الذي خدم رسول الله 10 سنين، يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسبني ولا يشتمني ولا عبث في وجهي، ولو امرني بامر فتناولته تواليت عنه فلم يعاتبني فلم يعاتبني. تصور اذا ما شد ابنك كيف حالك؟ فهذا خادم له 10 سنين لم يسبك، يقول: ما سبني ولا شمتني ولا انتهرني ولا عبث في وجهي، واذا امرني بامر فتوليت عنه لم يعد، واذا عاتبني اهله قال لهم: دعوه ما قدر كان. هكذا صاحبه، هكذا تلميذه، هكذا خادمه. لذلك دعا له رسول الله لهذا الخادم، قال: اللهم كفر ماله وولده واطل عمره وارزقه الجنه. 4 دعوات. ولا بد ان يمنح الله تعالى هذه الشخصيه. اما تكثير المال فقال: كان اهل المدينه مساكينهم تسمر في السنه مره وانا بستاني يسمر في السنه مرتين. واما تكثير الاولاد فقد دفنت من ولد ولدي ومن ولد ولدي 20 و100 ولدا. واما طول عمري
الدنيا إلى زمن الحجاج وقد يئست من الحياة وأنا أنتظر الرابعة وهي الجنة، وما يبغي الجنة إلا أن يحوز بمعية ومشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك هكذا يصف سيدا وحبيبا ورسولا صلى الله عليه وسلم. معشر المسلمين، تصور هذا السائل لما قبض على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بردته فأسفر سجفها في عنق قبضه وشد وقال أعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك. تصور لو أن سائلا قبض على معطفك وشده هكذا شدة قوية وقال أعطني من مال الله لا من مال أبيك، كيف حالك؟ كيف وضعك؟ هل تنزعج؟ أم تكون متصفا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوه فأعطوه من مال الله لأنني عبده وهذا الملك كل لله، لله ملك السماوات والأرض. فكان الأصحاب رضي الله عنهم يتبعون ويتتبعون آثار من أقوال وأفعال. لذلك حتى عاداته، لأن عادات السادات سادات العادات، فكيف بعادات سيد السادات صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا نبي الله. لذلك كانوا يبحثون عن مشيته، هي عادة من العادات. يقول أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في وجهه، وكنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسرع في مشيتنا ونجهد أنفسنا فلا نستطيع اللحاق به. نعم كانوا يجهدون أنفسهم، وكانت مشيته ليست مشية إجهاد وتعب، بل مشية قوة وبذولية أعطاها الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام. وكان بعض الصحابة كان يقول كأن في مشيته ينحدر من صدر كما ينحدر أحدكم من صدر وهو التل من الأعلى إلى الأدنى كيف سرعته، هكذا كان يمشي. وهو كان يمشي عليه الصلاة والسلام بأن سيدا ضحك تبسم ومشيه لهوينا. سيد، تصور هذه الشخصية، وأجل الغفلة عن قلبك وعن عينيك. سيد، اسمع، سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإظفار. كان لا يضحك كثيرا، ونهانا عن كثرة الضحك، وإياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقد ثبت طبيا أن الإكثار من الضحك يؤثر على القلب المادي الصنوبري، وكذلك يؤثر على القلب الإيماني المنور كثرة الضحك، وأما قلته فهذا شيء مطلوب. لذلك هذه المرأة عندما تضع الملح في طبختها فتعطي ذلك شيئا نادرا قليلا. لذلك عندما يتبسم كأن الجدر تضيء كما يقول أبو هريرة، تضيء الجدر كما يتبسم، وإذا تكلم خرج نور من فمه. فمن يتلقى هذا النور من فمه إلى قلب هذا المستمع؟ أتنام ويح قوم جفوا نبيا. يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله. لذلك كان أصحابه هكذا يهتمون بعاداته في مشيته في طعامه. يقول أنس صاحبه، هذا الأنس الذي ذكرته لكم، كان خادما وكان سعيدا بخدمته، وإذا ذكر الله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. لذلك يقول دعاه خياط إلى طعامه فكنت معه، فقرب إليه طعاما فيه مرق ودباء وقليل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء وهو القرق،
يتتبع فأنا أتتبع، وأحببته من ذلك اليوم الذي أكلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يكرهون ما يكرهه رسول الله، وقد دعاه أيوب الأنصاري ووضع في طعامه ثم الثوم، فقالوا له يا أبا أيوب إن ثم لا يأكله رسول الله، فقال هذا حرام؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكني أكرهه، فقال وإني أكرهه يا رسول الله. فكانوا يكرهون الذي يكرهه ويحبون الذي يحبه، هكذا شأن المحب، هكذا شأنه، يحبون الذي يحبه. لذلك الثوم كان لا يأكله، والبصل كان لا يأكله، وقال أهيتوه طبخا، لأن ريحة الثوم وكذلك ريح البصل ينفر الناس من اقتراب من هذا الآكل، وكذلك الملائكة الكرام. لهذا يقول من أكل من هذين الشجرتين الخبيثتين فلا يقرب صلانا، لا يقرب صلانا، لا يأتي لمجتمعنا الطاهر العطر، لا يأتي، بل يزيل عنه هذه الرائحة، أما بالطبخ أو في شيء آخر، حتى يكون نكهة هذا الإنسان المسلم نكهة طيب. لذلك عليك أن تتسوق في أكل الأراضي كما كان عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام كان نظيفا، كان أكله عندما كان يأكل يسمي الله، ولما أكل معه ربيب عمر بن أبي سلمة وهي زوجته، فصار هذا الغلام هذا الطفل يطيش بيده بالطعام يمينا وشمالا كما عليه الأطفال، فأخذ بيدي وقال يا غلام سم الله، سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك، تعلم عجل طفلك تغرس في قلبي هذا القرار، قل سم الله، سم الله وقل بيمينك لا بيسارك، وقل مما يليك لا من أطراف المائدة، هذا شيء مكروه، وهذا الأدب الاجتماعي كم تكره الإنسان إذا ما رأيته متصفا بهذا الصفات، دليل على شرفه، دليل على قلة أدبه. وكان عندما ينتهي من طعامه يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وإذا دعي إلى طعام من أصحابه كان يدعو له، كان يدعو لهؤلاء، وهكذا شأن كل إنسان، إذا ما أكرمه إنسان عليه أن يقابله بالإكرام. لذلك كان يقول لهذا الداعي أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار وذكركم الله في ملأ عنده، هكذا. فعليك أيها المسلم إذا ما كنت ضيفا عند إنسان وانتهيت من طعامك لا تقول لهذا الإنسان دائما، معنى دائما دوام إلى الله، الله هو الدائم الباقي، ولكن عليك أن تتبع رسول الله في أقوالك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأسوة والتأسي، فكيف إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا عند أحد من أحبابه وأصدقائه يقول لهم أكلت طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار وذكركم الله في ملأ عنده. وكان يقول اللهم آهني آكلي، انظر إلى هذه الصورة، لما تكون مع أصحابك مثل ضيفا مع عند أصحابك، كان هكذا عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، يشمل هؤلاء الضيوف ويشمل الطعام ويشمل صاحب الطعام، قل اللهم هني آكلين واخلف على جاذلين واجعل البركة فيه، تعلم اجعل اسوتك رسول الله في أقوالي وأفعالي وأخلاقي وفي مشيتي. وقد ذكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى مشية الأبطال، لا مشية المتخاذلين ولا مشية المتكبرين،
لذلك لما رأى عمر رضي الله عنه ذاك الرجل الذي يمشي مشية المسكين الذليل فضربه بالدرة وقال لا تمت علينا إسلامنا، ارفع رأسه. الناس البطولية والمشي مشي الرجولية، هكذا أخذوا عن رسول الله، فهو رحمة للعالمين، وقد رحموا وقد سماهم ربهم ووصفهم بالرحمة محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من أين جاءت هذه الرحمة؟ عن آبائهم ورثوها عن أجدادهم، بل أخذوها عن الرحمة للعالمين محمد رسول الله. اسمع وانتبه إلى هذه الدقيقة العجيبة، عندما ذكر الله تعالى رسوله وهو رجل مجهول، كيف يعذبه؟ هل يعذبه ربه بأبيه فيجعل أباه أداة في التعريف؟ محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله لا، فأبوه نكرة، ولو ابنه ما عبد أبوه، فأبوه نكرة وهو المعرف والمعرف، وقد عرف الله العالم أجمعين محمد رسول الله. هذا تعريفه صحيح، محمد رسول الله. وكذلك أصحابه هذا وصفه، أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء فيهم الرحمة، غرس فيهم الرحمة والإنسانية والهداية، وأخرج منهم الضلالة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وأما الآن فصاروا هداة مقتدين ومهتدين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، هذا المؤمن لا يملئ عينيه ولا شخصيته في الاتباع إلا هذه الشخصية. أيها المسلمون، عليكم أن تذكروا بأولادكم شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما كان هذا الفراغ ليس مملوءا بهذه الشخصية العظيمة وبهذه الأولاد، ملأوا فراغهم بشخصيات استوردوها من السينما واستوردوها من التلفزيون ومن المجلات، شخصيات تافهة، شخصيات كالأقزام، أصيل لوبين، نابليون بونابرت، سارتر الفيلسوف الملحد، وهكذا شخصيات لا تذكر في هذا المحل، ولكن بضدها تتميز من الأشياء لا يرى في النور إلا بالظلمة. لذلك أنبئ فراغ أيها المسلم وما وفراغ أولادك، فقد كان الصحابة والتابعون يعلمون أولادهم سيرة رسول الله. لذلك لما يقرؤون في المدارس تلك الشخصيات يعتبرون هذه الشخصية نقطة في بحر لا ساحل له. لذلك علينا أن نتتبع آثار هذه الشخصية حتى نحن حذوها وسنسير على نهجها. فمن جملة صفاته كان عليه الصلاة والسلام نظيفا، فهو أجمل الناس وأنظف الناس ثيابا وبدنا ووجها وبيتا ومسكنا، جميل ونظيف في ثيابه في بدنه في شعره في بيته في يده. لذلك إذا نظر خلفه على طفل يلقى رشوة الطفل أيام ورائحته تعج بالروائح الطيبة. هذا ريح رسول الله. وكان إذا مشى في طريق وتبعه أحد لا يعرف من أي طريق سلكه فقال
الطريق الذي مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الرائحة الطيبة التي ملأت هذا الشارع بريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاب حسا ومعنى، طاب جسمه، طاب قلبه، طاب كل جزء فيه، لأن الله اختاره وصب عليه الكمالات وصب عليه الريح الطيب فهو طيب. إن الله طيب كما يقول عليه الصلاة والسلام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله نظيف يحب النظافة ويحب النظيف. لذلك معشر المسلمين، علمنا دائما وأبدا في شهرنا هذا والذي بعده نذكر شيئا عن هذه الصفات الحميدة، ونتتبع كما تتبع أصحاب الكرام رضي الله عنهم آثارهم فحفظوا أقوالهم وتخلقوا بأخلاقهم وساروا عبديا على هذه حتى أكرمهم الله تعالى بهذا الوصف ورضي عليهم في الدنيا والآخرة. اسمع هذه الشهادة من قبل الله تعالى لأصحابه من المهاجرين والأنصار ومن تبع أثره إلى يوم الدين. فإن كان لك اعتقاد وهمة وفكرة أن تحذو حذوهم فشمر عن سعي الجد والاجتهاد حتى تلحق بهم. اسمع شهادة الله تعالى في أصحابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم إلى يومنا هذا إلى يوم الدين. قال: والذين اتبعوهم بإحسان. نسأل الله تعالى أن يكون اتباعنا لهم حقيقيا وكذلك قوليا وأخلاقيا وعمليا، إنه سميع مجيب. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا رضاء ما سقط بعده، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واغفرنا لأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأحواله وأفعاله وأحواله وأخلاقه، إنك سميع مجيب. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اقرئنا بظلمات الوقت، اللهم افتح علينا فتوحا عليك. سمعت ما يقول ربك: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لعلك أيها المستمع، لعلك أيها الذاكر، لعلك أيها المسلم، لعلك أيها المؤمن، لعلك أيها الغافل، لعلك أيها الحاضر، لعلك أيها المحب تسمع كلام ربك. هؤلاء الذين استمعوا إلى هذه الآية لهم وجهات. منهم من اغتسل في بيته وجاء ناويا إلى بيت ربه ونوى في هذا المجيء نية تسابقا في الخيرات. أولا أنه جاء يؤدي فريضة الجمعة لأن الله تعالى أمره به، وثانيا يصلي السنن والنوافل التي تقربه إلى ربه. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ونوى اعتكافه في بيت الله جسما وقلبه في حضرة الله حضورا، وجالس الله تعالى ذاكرا مقبلا حاضرا، يعني
يحن قلبه إليه. وهكذا نيات يعلمها أهل القلوب. وهناك أشخاص جاءوا العادة بعد أن مضى على صلاة الجمعة ساعة ونصف إذا هو يدخل إلى بيت الله إلى المسجد، ما هي نيته؟ والغرض رأيت واحد جاء من الباب يطلب، هناك قضيب في مسجد من مساجد الباب يصلي الجمعة هناك ويطلب فيها، وجاء واحد قريب من المسجد دخل سويتك. أين هذا من هذا؟ هذا بعيد عن المسجد 500 متر، وذاك جاء من الباب وقد أدخله الله في الباب. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. والثاني جاء يسمع القصائد، والثالث جاء لا لنية ولا لا لغاية، بل جاء عادة أعتادها في كل جمعة. فإذا انتهى من الذكر تراه يخرج من المسجد لا يدري أين يذهب. وهناك شخص جاء يذكر الله، وهناك شخص يتفرج على خلق الله من الذاكرين، وهناك أشخاص يحب الطرف فيسمع الأناشيد، ولكن ما المقصود منها؟ حجب بالمغنى عن المعنى. ولكل وجهة هو موليها. ما هي وجهتك؟ ما هي وجهتك في مجيئك؟ العمر إذا انقضى لا يعوض، ذهب العمر ضياعا من قضى باطلا إذ لم أفوج منكم بشيء. لذلك أيها الغافل يا صاحب العادة التي اعتاد أن يأتي المجالس ولا يعرف نية ينويها، لعلك أن تقوم بوصية الله فتطبقها مع أهلها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تحتاج إلى صبر حتى تقيد نفسك، وهكذا تخير لك قلبا وتنوي نية، تصبر مدة من الزمن حتى تقي وجه الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي صباحا ومساء، يستقبلون شروق الشمس ويودعونها مراقبة، وهكذا يكون في ذلك قربا لله تعالى. فصاحبهم واصبر معهم، لعلك نفسك ان تتعود على الاخلاص وعلى الصبر وعلى الصدق في الطلب حتى تكون من الصالحين. ما اكثر الصادقين واقل الصالحين في الصادقين، يا للعجب. ما اكثر الصادقين واقل الصالحين في الصادقين. ولكل وجهه هو موليها. الى الان لا تعرف ما هي وجهتك في مجيئك، ولكن من عرف عليه ان ينقل الخير الى غيره، لان هذا الذي بلغ هذا المقام فاعماله متعديه الى الاخرين، وقد حمل رساله الاسلام يدعو الامور. اولا دعا نفسه، ثم افراد اسرته واهله، ثم انطلق يدعو الناس الى الله، لأن الإسلام وتعاليمه هي التي تؤهلك لأن تقصد الله وتخلص مع الله وتقبل مع الله. فكر في وجهتك، ما هي وجهتك؟ ما هي وجهتك؟ هل فكرت يوما ما هي وجهتك؟ وما هو مقصودك؟ وما هو طلبك في مجيئك؟ ولكن الله تعالى أصبر الخلق على الناس، فهو يصبر عليهم وهو حليم بهم ويعرفهم. يا صفوف إن الله حليم ستير. لذلك أيها المسلم، عمرك معدود ومحدود، ووقتنا محدود وقصير، والخير كثير، تستفد منه وانتفع، وتسابق في الخيرات، لا تترك خصلة إلا أن تأتي بها إلى الله تقربا. وهذا يحتاج، هذا الإنسان يحتاج إلى خصلتين، النظام والالتزام، كما اتصف بتلك الخصلتين لما كان له محل تجاري، أو كان موظف إداري، أو عامل في معمل من المعامل، أو طالب في مدرسة أو في جامعة، وهكذا لا
له نظام والتزام. فإذا اتصفت بالنظام والالتزام صار عندك الاهتمام، صرت تهتم في هذه الوجهة التي تقصدها. فإذا صار عندك هذا الاهتمام عندئذ تصدقت في الخيرات تقربا إلى الله تعالى، لأن ربك يقول: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى